والله يا أخي بالنسبة لظروفنا هنا يعني حياة تعبانة جدا بصراحة، يعني كلها أسعار مرتفعة والناس مش لاقي من يتلاقيها، يعني شايف الضريبة من جهة والأسعار من جهة وزي ما أنت شايف هاي، يعني هنا هذا المحل بيكون عادة بدك نص ساعة يجيك الدور، يعني اثنين ثلاث كل الموجودين، وأنا جاي حاسبه يعني مش جاي أشتري، فهاي الأوضاع كلها تفرج الناس تمشيك على الفاضي، ما في حد لا بيع ولا مشترى، حياة الاقتصادية تعيسة جدا، غلى الأسعار لازم عنا الحاجات الأساسية تكون مدعومة شوي، بارتفاع الأسعار عالي جدا، الرواتب قليلة، الناس كلها على القروض عايشة، ما هي الواحد باخذ الراتب بيروح تلتين ولا القروض. والله في الزمان السابق كانت الأسعار كويسة، بس في الأيام هذه الأسعار صارت غالية، يعني غلاء في أسعار غلاء فاحش، يعني لما صار كيلو الخيار 8 شيكل شو بده يشتري الواحد، يعني في أسعار منيحة وفي أسعار غالية جدا، لكن يعني الوضع الحمد لله كويس فيه، يعني بس في بتعرف البطالة اللي بتأثر على الإنسان، يعني في بطالة الناس ما بتشتغلش، يعني فيش معها تكون الفلوس اللي يشتري، يعني اللي بده إياه أشياء، في أشياء بيقدر يشتريها وفي أشياء بيقدرش يشتريها. بالنسبة لارتفاع الأسعار، طبعا ارتفاع الأسعار يوميا في ارتفاع أسعار، بقينا يعني من 3 سنين قلن الزيت بقينا نبيعه 10 شيكل 9 شيكل، اليوم معدل قلن الزيت بيتراوح من 23 ل 25 شيكل، انت بتحكي عن ارتفاع بالنسبة ل 300%، اشي يعني لا المواطن ولا اي بني ادم بيقدر يتحمله. فيعني والبطالة عندنا نسبتها عالية جدا حقيقة، يعني في المدينة طلع عليها، يعني اليوم البلد حقيقة ما فاضي، وهذا شيء مؤذي لكل المحلات للتجار للناس. فإحنا بنطلب من الحكومة إن حقيقة ترفع شيء اسمه ضريبة وجمارك عن السلع الأساسية، يعني أقل ما فيها للمواطن، الراتب يكفي اللي راتبه من 12 ومن 15 سنة ومن 20 سنة من يعني من دخول السلطة بلواخذة على فلسطين من 94 لليوم، راتب الموظف زي ما هو ما تغير. أما قلن الزيت بتغير بيرتفع بنسبة 200%، شوال الرز كذلك الأمر بيرتفع بنسبة 200%، ما يعني أقول لك حتى أي حاجة صرت اللي تفكر فيها، علبة البندورة حتى الورقيات، شوال المحارم يا جماعة الخير اللي بقى حقه 10 صار حقه 35، سائل الجلي يعني اللي بنقول عنه مش أساسي في الدار، خلي المرة تغسل في المية، وإلا أن سائل الجلي بقى 6 شيكل اليوم حقه 10 شيكل، ارتفاع الأسعار بطريقة يعني حقيقة جنونية. ما تأثير ذلك على الشراء؟ طبعا اللي يعني الشراء صار يعني أقول لك القيمة الشرائية للمصاري صارت بالمرة، يعني بقى الموظف يقبض 2000 شيكل يجي يشتري فيهن يعبي شوال 400-500 شيكل، بينما الموظف اليوم بيجي بيشتري يعني أقول لك اللي بيشتري 400-500-200 بأخذ معه بقول لك ليش هيكل أغراض، هل قدك مثلا اللي الأغراض قليلة، طب ما هو أنت ماخذ أول شيء الجلن الزيت بقيت تأخذه 10، كرتونة الزيت بقيت تأخذه 60 شيكل، اليوم كرتونة الزيت حقها 150 شيكل، فصار يأثر، صار يجي المواطن بدل ما يأخذ كرتون زيت يأخذ جلن، بدل ما يأخذ جلن صار يأخذ لتر، اللي بقى يأخذ ربطة سكر صار يأخذ كيلو، يعني حقيقة أوضاع اقتصادية يعني لا نحسد عليها، حقيقة لا نحسد عليها بالمرة. مهما يبذل العامل من جهد لا يستطيع أن يعني يكمل قوت يومه لهذاك اليوم، يعني فرضا ممكن عامل يتقاضى 50 شيكل، مرته تتصل عليه بتقول له صوانة الغاز خلصت، قد ثمنها عندنا هنا 70 شيكلا فقط، فهذا مما يعاني منه الأيدي العاملة بأكملها، يعني لا تستثني أي عامل سواء كان سائق عمومي سواء كان عامل في البلدية سواء كان عامل في مؤسسات محلات. أنا بعرف ناس بيشتغلوا طول النهار على 30 شيكل، ليش؟ لأنه مضطر بقولك بجيب 30 ولا أقعد في البيت، وهذا الواقع. المواد التموينية الأساسية طبعا في هناك غلاء واضح بالنسبة لأسعار الرز، أسعار السكر، أسعار الزيت القلي، الخبز أيضا برضو غالي، يعني الله يكون بعون المواطنين، لأنه شوية المصاري اللي بيقبضوهم ما بيشتروش نصف احتياجاتهم، خاصة أنه الأسعار المواد الغذائية دائما في صعود، فنحن نحس بهموم المواطنين لأنهم لا يستطيعون شراء كل ما يحتاجونه بما يملكون، وأصبحنا لا نشعر بالرواتب عندما تقبض إلا ساعات، كنا نشعر بها أيام، أما في المرحلة الحالية نشعر بها فقط ساعات،
ثم تختفي تلك الرواتب، لأن غالبية الرواتب تكون مرهونة بقروض، فلا يخرج من البنك إلا اليسير من تلك الرواتب. ونعاني من حالة ركود كبيرة جدا، ممكن أن يسعفنا بعض المتسوقين من داخل الخط الأخضر، وإلا لو كان هذا الزبون اللي من داخل الخط الأخضر غير موجود لكنا بدون بيع أو شراء. الأسعار طول عمرها بيكون في حالة صعود، طول عمرها ما عمرها نزلت إلا كلها، طبعا كل قاعدة إلها شواذ، أما بشكل عام الأسعار دائما في صعود والرواتب هي ثابتة، فالمواطن لا يستطيع أن يتحمل صعود الأسعار مع قلة الموارد لهذا الشعب. مواردنا في هذا الوطن فقط هي الرواتب، وهذا يعني شيء لا نحسد عليه. طبعا نأمل أن تكون هناك موارد أخرى غير الرواتب والمساعدات. شيء يلفت النظر أنه تعود حتى شعبنا على المساعدات، وهذه المساعدات لا تبني شيء، يعني بتروح هباء منثورة، يعني لا تخرج أي عائلة فقيرة من حالة الفقر. فلذلك نتمنى أن تكون كل المساعدات منصبة في اتجاه واحد، أن تخرج بعض العائلات من حالة الاحتياج والفقر. الله يكون في عون المواطن، لا راتبه مكفي ولا دخله كافي لمتطلبات الحياة الأساسية، فالمفروض أنه المسؤولين يراعوا المواطن ويعملوا دراسة على أقل، يعني نشوفوا احتياجات الموظف، احتياجات العامل، شو الحاجات اللي ممكن يوفروا له إياها حتى يوفر لأطفاله يعني سبل الحياة الأساسية. مناش نكون رفاهية، لأنه الرفاهية أصبحت بعيدة عن المواطن، معظم الناس أصبحوا مديونين يعني، وبيعتمدوا على البنوك وبيعتمدوا على حاجات يعني ما بتغطي مصروفهم. فنسأل الله العفو والعافية، والله يعين الناس على ما هم عليه.